بسم الله الرحمن الرحيم. من القواعد الرياضية المهمة اللي لابد أن الطالب أنه يفهمها يستوعبها، يكون أنه يعني خلينا نقول أنه قادر على التعامل وياها، هي قواعد التبسيط أو ما يسمى عندنا بالجبر البولياني. خلي أفترض هسه اللي هنا راح أقسم هذه القواعد إلى 4 مجاميع بحيث يكون الطالب قادر على أنه يتعامل وياها بسهولة. أولا راح أفترض أنه أنا عندي 4 متغيرات، راح افترض هسه هنا انه انا عندنا الاكس وعندي الواي وعندي الزد وعندي دبليو. هذول المتغيرات راح اعتبرهم هذول هم عباره عن لوجيكال فاريبلز. زين، هذه اول خطوه. طيب ما هي القواعد مالتنا؟ اول خطوه خلينا ناخذ المجموعه الاولى، خلينا نسميها مجموعه التعامل مع الزيرو والوان، خلينا نسميه الاوبريشن اوبريشنال with 0 and 1. كيفية التعامل مع الزيرو ومع الوان. اوكي، تعامل مع الزيرو والوان. الآليات او القواعد مالتنا، القاعدة رقم 1 هاي خلي اسميها اي، مجموعة اي. اولا اذا كان عندي اكس دوت 0 الناتج هو 0، بمعنى وكأنه انا عندي هنا بوابة اند، فبالتالي اي بعدد بغض النظر عن الادخالات اللي موجوده عندي، اي واحد من عندهم زيرو الاوتبوت مالتي راح يكون هو زيرو. النقطه رقم 2، لو كان عندي اكس زائد زيرو هذه هنا راح تكون دائما هي قيمه اكس باعتبار عندي بوابه اور، فبالتالي راح يكون بهذا الشكل انه انا عندي ادخال هو اكس وعندي ادخال هو زيرو، فالاوتبوت مالتي راح يكون هو دائما اكس. فاذا كان اكس زيرو زيرو، اذا كان 1 1. 3، انه لو كان عندنا اكس في 1 هذه راح تكون دائما اكس، يعني تعتمد الاوتبوت مالتي على قيمه اكس، بوابه اند بهذا الشكل، عندي اكس عندي 1، فبالتالي هنا راح يكون عندي اكس، اذا كان اكس 1 فهذه 1، اذا كان 0 0. النقطه رقم 4، انه لو كان عندي اكس زائد 1 النتيجه دائما هي 1، بوابه اور بهذا الشكل، عندي اكس عندي 1. من خصائص الاور انه اذا كان عندي 1 من الادخالات مالتها 1 فالاوتبوت 1. طيب هسه هذه خلينا نسميها المجموعه الاولى اللي هي مجموعه التعامل مع الزيرو والوان. طيب خلينا ناخذ المجموعه الثانيه، القواعد الثانيه اللي هي القواعد المتعلقه بتعامل خلينا نسميه الاوبريشن اتسيلف مع الفاريبلز نفسها، خلينا نسميه هنا الاوبريشنال وذ the variable itself. زين، بمعنى انه هنا تعتمد عليه من على الادخالات نفسها، على المتغيرات يعني نفسها. مثلا يعني القاعده رقم 1، لو كان عندي اكس في اكس النتيجه اكس مو اكس تربيع، هنا انا راح يكون عندي ادخاليا بوابه اند، هذه اكس اكس، فاذا كان 0 0، اذا كان 1 1 باعتبار هو نفس الادخال. النقطه رقم 2، اذا كان عندي اكس زائد اكس النتيجة راح تكون هي X، نفس الكلام هنا بوابة عندي بوابة OR بهذا الشكل، ادخالين X X الاوتبوت راح يكون X، فإذا كان 0 0 إذا كان 1 1. طيب خلي أخذ المجموعة الثالثة من مجاميع اللي هي راح نقول نسميها مجموعة الـ Operational Complement، التعامل مع المتمم. راح يصير هنا عندنا C اللي هي operational with complement، يعني إذا كان عندي متممات. القاعدة الأولى إنه مثلا إذا كان عندي x dot x complement النتيجة 0، هذه بوابة AND، باعتبار أنه أنا عندي بوابة AND بهذا الشكل، هذه x هذه x complement، فإذا كان هذا 0 هذا 1 فالنتيجة هو 0، إذا كان هذا 1 هذا 0 فالنتيجة 0. زين، القاعدة الثانية أو النقطة الثانية، إن لو كان عندي x زائد ال x complement النتيجة 1، هالمرة صار عندي OR بهذا الشكل، OR عندي x x complement هذا 1 دائما، بمعنى إذا كان هذا 0 راح يكون هذا 1، وبوابة ال OR إذا كان 1 عندي إدخالاتها 1 في الأوتبوت مالتي 1، وإذا كان هذا 1 هذا راح يكون صفر، فبالنتيجة راح يكون الاوتبوت مالتي هو دائما 1. نقطة رقم 3،
الاكس كومبلمنت، كومبلمنت النتيجه هي اكس. هذه وكانه انا عندي ادخال هو اكس، دخلت على بوابه نوت انطاني الاكس كومبلمنت، بعدها دخلت على بوابه نوت انطاني اكس، بمعنى انه صار عندي هنا اكس نوت نوت يعطيني هو الاكس المتغير نفسه. زين النقطه رقم 3، هذه 3 4، انه لو كان مثلا عندي اكس زائد واي هو نفس الواي زائد اكس باعتبار هذه بوابه 1 يعني اور بيناتهم، فما ياثر هنا بهذا الشكل. انه انا عندي بوابه اور اريد اكتبها بهذا الشكل اكس واي ويعطيني الاوتبوت، او اخلي واي اكس ما ياثر هنا عندنا. النقطه رقم 5، لو كان عندي اكس في الواي العفو اكس واي هو نفس الواي في الاكس، بوابه اند بادخالين عندي اكس واي او واي اكس ما ياثر عندنا الاوتبوت. طيب بعد 6 اذا كان عندي اكس زائد واي مضروبه في زد، هنا هي راح يكون توزيع، اقدر اكتبها هي عباره عن، اقدر اكتبها هذه هي عباره عن مقدار قيمه اكس في زد زائد واي في زد. فبالتالي جاي يصير عندي هنا صار عندي هذه بوابتين باعتبار هذه اند، اقدر ارسمهم بهذا الشكل انه انا عندي بوابه الاند الاولى، عندي بوابه الاند الثانيه، هذه اكس زد هذه واي وهذا نفسه هو الزد. اوكي، وهذا راح يكون عندي هنا اثنيناتهم عن طريق بوابه الاور ويعطيني هنا الاوتبوت. اوكي، 7 لو كان عندي اكس زائد واي زائد زد اقدر اكتبها تساوي هي اكس زائد واي زائد زد. زين، ونفسها تساوي ان اكس زائد واي زائد زد، فبالتالي اقدر اكتبهم هو عباره عن بدل ما انا استخدم يعني خلينا نقول بوابتين اور استخدم بوابه واحده، هي بهذا الشكل 3 ادخالات اكس واي زد وعندي اخراج واحد هو مثل مقدار قيمه الاوتبوت. طيب صار هسه هنا عندي التوزيع بالنسبه للدوت، توزيع بالنسبه هنا عندنا اور. بعد اذا كان عندنا اذا كان عندي واي دوت اكس، النقطه رقم 8 لو كان عندي واي دوت اكس زائد دوت دوت زد بهذا الشكل، هنا نقدر نكتبها هي نفسها الاكس دوت واي دوت زد وتساوينا نفس الكلام، اقول هي تساوي لي اكس دوت واي دوت زد، يعني بدل ما يكون انا عندي بوابتين اند يصير هي كلها عباره عن بوابه واحده اند، فبالتالي اقدر اكتبهم بهذا الشكل. اوكي، طيب هسه هذه هي القواعد اللي المجموعه الثالثه، خلي اخذ المجموعه الرابعه اللي هي المتعلقه بقواعد التبسيط، خلينا نسميهم باعتبار اي بي سي، خلينا ناخذ المجموعه دي اللي هي المجموعه المتعلقه ب سمبليفيكيشن لوز، قواعد التبسيط. طيب شنو هذه قواعد التبسيط؟ عندي القاعده رقم 1 انه لو كان عندي اكس في الواي زائد اكس في الواي كومبلمنت، هذه النتيجه راح تكون مساويه لاكس. خلينا نثبتها اثبات هذا، خلينا نقول انه القاعده هذه انا اقدر اكتبها هي عباره عن اطلع الاكس المشترك، يبقى عندي واي زائد الواي كومبلمنت، هذه الواي زائد الواي كومبلمنت قيمتها واحد، هذه واحد، فالنتيجه راح تكون هي اكس في واحد، هذه هنا صار عندي بوابه اند والنتيجه راح تكون عندي اكس، فبالتالي نفس القاعده اللي موجوده هنا عندنا. النقطه رقم 2 انه لو كان عندي اكس زائد اكس واي، اكس زائد اكس واي النتيجه راح تكون هي عباره عن اكس. القاعده هذه نقدر نبسطها او نثبتها بالشكل التالي، استخرج الاكس يصير عندي واحد زائد واي، هذه بوابة اور الناتج مالتها واحد هذا الحد، فالنتيجة راح تكون اكس في واحد والناتج مالتي هو اكس. زين، 3 من قواعد التبسيط انه مثلا لو كان عندي اكس زائد اكس كومبلمنت في الواي، هذه النتيجة تساوي لي اكس زائد واي. طيب خلي نثبتها، اذا اريد اثبتها راح اخذ هذا الجانب، هذا هو اكس زائد واي اقدر اكتبه مضروب في واحد، ويساوي الواحد هو عباره عن الاكس زائد الاكس كومبلمنت، يعني يقول هو اكس زائد الواي
في ال x زائد ال x complement بهذا الشكل، راح أوزعهم، راح يكون النتيجة مالتي هي x في x زائد x x complement زائد y في x زائد y في x complement. زين، وبالتالي هسه الآن هنا x في ال x هو x، زين، زائد x x complement زائد هنا عندي x y زائد عندنا x complement في الواي. اوكي، خلينا نرتبهم. هنا راح استخرج x مشترك يبقى 1 زائد ال x complement زائد هذول هنا نفس الكلام، عندي ال x وال y، وال x complement في الواي حسب القاعدة الأولى راح تكون مساوية إلى قيمة ال x complement y، والنتيجة راح تكون هي عبارة عن الترتيب مالتي، راح يكون هذا المقدار هو 1 زائد هذا المقدار 1، هذه فقط x راح يكون مساوي عندي x زائد ال x complement في الواي اللي هي نفس القاعدة. طيب، بعد عندي نظرية دي مورغان حتى انه ننتقل للأمثلة على كيفية استخدام هذه القواعد، وهذه راح نسميها المجموعة E. خلينا نسمي هنا عندنا مجموعة E هي متعلقة بنظرية دي نظرية دي مورغان. طيب، شنو هذه النظرية؟ عندي قاعدتين. القاعدة رقم واحد انه لو كان عندي x في ال y في ال z في ال w في اكثر من متغير، هنا عندي بوابات كلهم الدوت يعني بوابة اند، هذه كلها راح تكون مساوية او تقابل الى x complement زائد ال y complement زائد ال z complement زائد ال w زائد زائد زائد، يعني بمعنى انه انا حولت من بوابة اند الى بوابة الاور. زين، لانه احيانا مثلا بالديزاين يفرض علي مثلا استخدم فقط بوابات الاور، فبالتالي فرضا اكس واي زد هذه احولها الى، راح يصير عندي بوابه اور، الادخالات مالتي راح تكون هي عباره عن اكس كومبلمنت واي كومبلمنت زد كومبلمنت، وعندي هنا الاخراج، بس نقدر ان طبعا نربطهم اكس واي زد عن طريق بوابه الاور وندخلها. القاعده الثانيه من قواعد دي مورغان انه بالعكس، اذا كان عندي x زائد y زائد z زائد w بمعنى ان بوابات اور زائد طبعا حتى لو كان اكثر من متغير بعد، يصير هي عبارة عن تقابل، هذه تقابل، هذه تساوي x complement في ال y complement في ال z complement في ال w complement. بمعنى لو كان عندي هنا هسه هذه البوابات مالتنا البوابات الاور بهذا الشكل، هنا أنا عندي x y z مثلا، هذه أقدر أحولها إلى بوابات الآند عن طريق مثلا هنا نخلي النوت الأولى النوت الثانية النوت الثالثة وكلهم عن طريق بوابة الأور وحصل على X Y Z. هذول أهم القواعد اللي نستخدمها في عمليات التبسيط. المقطع القادم راح ناقش مجموعة من الأمثلة المتعلقة بكيفية تطبيق هذه القواعد لتبسيط المعادلات.